عبد الله حافظي السباعي الإدريسي الأمين العام للرابط العالمي للشرفاء الأدارسة تأسست هذه الرابطة المباركة سنة 2007، ومن أهدافها هو ربط التواصل والتآخي والتآزر بين جميع الشرفاء الأدارسة وابناء عمومتهم في جميع أنحاء العالم. مكتبها المركزي يوجد في رباط عاصمة المملكة المغربية، ولها فروع في أغلب دول المعمور، خاصة دول المغرب العربي والمشرق العربي التي يتواجد فيها الشرفاء الأدارسة والشرفاء الحسنيين والحسينيين على السواء. قامت الشرفاء بعدة رحلات، كما قامت بتنظيم عدة ندوات مهمة، وهي الآن بصدد تهيئ للمؤتمر العالمي الأول للمليدرس الأكبر التي سيكون في غضون السنة القادمة إن شاء الله سنة 2014، والأعمال والاستعدادات قائمة على قدم وساق لإنجاح هذا الملتقى المبارك في مدينة فاس إن شاء الله بحول الله قوته. بالنسبة لمساهمتنا في خدمة القضية الوطنية، أولا أبارك كل الخطوات المهمة التي يقوم بها صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله لإعطاء هذه القضية إشاعا دوليا، ولله الحمد تحركاته الأخيرة أتت أكلها، والحكم الذاتي أو المقترح حكم الذاتي الذي جاء به المغرب أخذ الآن طريقا صحيحا في المجتمع الدولي وفي ردعات الأمم المتحدة، وهو الحل الواحد الذي سيعطي الذي هو الحل الواحد لقضية الصحراء المغربية، وهو حل لا غالب ولا مغلوب. ونتمنى أن تبدأ المملكة المغربية إن شاء الله في الوقت القريب العاجل بترسيم الجهوية الموسعة في الأقاليم الصحراوية مباشرة، الذي سيمكننا من ترسيم الجهوية الحكم الذاتي إن شاء الله في المستقبل القريب بحول الله وقته، لكي يجتمع شمل الصحراويين كلهم ويجتمع شمل المغاربة من طنجة إلى الكويرة تحت القيادة الرشيدة لعاهل المفدى جلالة الملك محمد السادس أيده الله وخلد في الصالحات ذكره. دور الرابطة في تدعيم مقاضية وحدة النصر بها. الرابطة تقوم بعدة اتصالات في كل المجالات من أجل شرح الحل الذي اقترحه المغرب على الأمم المتحدة، حل حكم ذاتي، حيث نتصل بكل فروعنا سواء في داخل الوطن أو خارج الوطن من أجل دعم هذا المقترح المهم الذي نرى أنه هو الحل الوحيد لهذه القضية التي نتمنى أن نجد لها حلا في أسرع الوقت الممكن لكي نتفرغ لبناء المغرب العربي مستقبلا وفي القريب العاجل إن شاء الله. شكراً.